اهلا بكم متابعي القنوات الرياضيه السعوديه في كل مكان، طاب مساكم بالخير والمسرات. حلقه جديده من رياضه ميديا، ارحب بكم ونرحب بكل ارائكم من خلال حساب القنوات الرياضيه السعوديه في تويتر وايضا هاشتاج البرنامج اللي من خلاله نستقبل كل الاراء والملاحظات. حلقه جديده، قبل الدخول في تفاصيلها نبدا ب سؤال اليوم واستفتاءنا لهذا اليوم. بعد تأجيل الاتحاد الآسيوي اجتماعاته المقبلة، ما القرار الذي تتوقع اتخاذه حيال دوري أبطال آسيا نسخة 2020؟ هل تتوقع تأجيل المباريات أو إلغاء هذه النسخة؟ أو إقامتها بدون جمهور؟ أو إذا كان عندك رأي آخر اكتبه لنا في هاشتاغ رياضة ميديا. ومن الاستفتاء إلى العناوين. بعد انتشار كورونا في بعض الدول المشاركة آسيوياً، مخاوف من إقامة البطولة. النصر أول الأندية السعودية المطالبة بتأجيل لقاءاتها مع الأندية الإيرانية. المسابقات تقدم مواجهتي الشباب والاتحاد دورياً بسبب المشاركة عربياً. وبشهادة كيتا نور أفضل لاعب اليوم وغدا. كانت هذه أبرز عناوين حلقتنا لهذا اليوم. قبل الحديث عن تفاصيلها نرحب بضيفينا لهذا المساء، ورحب بالزميل العزيز خالد العكيل الإعلامي الرياضي الجميل. حياك الله خالد. مساء الخير عليك بندر وعلى السادة المشاهدين والمشاهدات، إن شاء الله تكون حلقة ترضي ضائقة المشاهدين. اسمح لي في البداية أحب أن أهني الأستاذ تركي آل الشيخ وأقول الحمد لله على السلامة وعودا حميدا لأرض الوطن. اليوم عاد بعد رحلة علاجية، إن شاء الله نقول لك طهور ونور يا أبو ناصر، وإن شاء الله تعود كما عهدناك نشيطا في المجال، سواء كانت في المجال الرياضي سابقا وحتى في المجال الترفيهي حاليا. الله حيك خالد. من الدمام نسعد بتواجد الزميل فيصل الشوشان الإعلامي الرياضي المعروف. مساء الخير فيصل. مساء النور بندر، أمسي عليك وعلى الأخ خالد وعلى جميع الأخوان المشاهدين والمشاهدات. أتمنى إن شاء الله أن نقدم ما يليق بمتابعي الرياضية السعودية إن شاء الله. أيضا رحب بالزميلة هيفا اليوم في إطلالة جديدة وجولة جديدة في نشرة الترند. مساء الخير هيفا. مساء النور عليك بندر، مساء الخير على ضيوفك الكرام، أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الترند. وبدايتنا زي ما عودناكم بتكون باستفتاء رياضة ميديا بالأمس، واللي حصد على أكثر من 9000 صوت، وكان بيقول وسط جدل كبير حول التحكيم، هل يقنعك الإعلامي عندما يحلل الحالات التحكيمية في البرامج الرياضية؟ وكانت الأغلبية مصوتة بنسبة 74% بلا، لأنها بتكون على حسب ميوله، و17% كان صوتوا بأنهم بيقتنعوا برأي البعض منهم، و8% صوتوا بنعم، و1% فقط كان عندهم رأي آخر. خليني أستعرض معاكم متابعينا بعض من الردود اللي كان عندهم رأي ثاني. ومن الاستفتاء لأبرز الهاشتاغات اللي أتصدرت الترند السعودي والعالمي، وأكيد راح نستعرض بعض أبرز التغريدات اللي جات فيها. والبداية بتكون مع هاشتاغ دوري كرة القدم النسائي. بمبادرة من الاتحاد السعودي لرياضة الجميع، أمس كان الإعلان عن انطلاق دوري كرة القدم للسيدات وعلى المستوى المجتمعي هنا بالمملكة،
وحيكون الموسم الأول بإذن الله من الدوري في كل من الرياض والدمام وجدة، وحيكون من سن 17 إلى وما فوق. كل التوفيق لبناتنا اللي قاعدين يحققوا أحلامهم وطموحاتهم، وبصراحة متشوقين للدوري اللي إن شاء الله نتمنى إنه يكون حماسي. ومن أبرز التغريدات اللي جات في الهاشتاج، غردت مؤسسة ومدربة فريق نادي موج جدة رؤى القطان وقالت: فرحتي لا توصف لدعوتي وحضوري الافتتاح الرسمي لدوري كرة القدم للسيدات، وعلى المستوى المجتمعي بإشراف ودعم من الأمير خالد بن الوليد اللي له كل التقدير، والرائعة شيماء الحصيني مصممة على تحقيق أحلامي كمدربة ودعم الشابات للعب كرة القدم باحترافية، وبالأخص بناتي في نادي موج جدة. وكمان كان في تغريدة لوحدة من اللاعبات في نادي لوردز، رزان غردت وقالت: تمت دعوتي من قبل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لحفل تدشين دوري كرة القدم للسيدات. كل الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد على رعايته وعلى دعمه، فخورة أني هنا بمثل فريقي لوردز، شعور ما ينوصف، وأنا أشوف حلمي بيتحقق قدامي مع بعض للقمة. ونروح للهاشتاج الثاني، كأس العرب للمنتخبات الشباب. منتخبنا الوطني خسر من الجزائر بهدفين لهدف وودع البطولة، والجزائر رافقت مصر إلى الدور الثاني. هارد لك لصقورنا الخضر، وبالتوفيق لبقية المنتخبات المشاركة. ومن كأس العرب لهاشتاج عبد الله الزوري اللي لا زال اسمه متصدر ترند حتى ليلة أمس، تداولت جماهير الشباب اسمه بعد مستواه المتميز في مباراة ضمك، مؤكدة بأنه الفريق كسب ظهير أيسر مميز. ومن الليوث لجماهير الزعيم، أتصدر ترند هاشتاج الهلال وتم تداول اسمه بشكل كبير. أغلب التغريدات كانت بتتكلم عن مباراة الكلاسيكو، وجزء ثاني كانوا بيتكلموا عن خبر تم تداوله بشكل كبير بعد صعود الهلال للمركز السادس ضمن الأندية العالم مع نخبة من أفضل الأندية الأوروبية والعالمية. وهنا متابعينا جاء تغريدة الزميل الإعلامي بندر الرزيحان وقال فيها: الهلال يصعد للمركز السادس عالميا ليصبح من ضمن أفضل 6 أندية في العالم حسب موقع Club World Rankings حسب التصنيف العالمي. وجاء الرد السريع من علي الكميخ وقال: ما شاء الله يا صديقي، كل يوم لقب جديد، فالكم كأس العالم للأندية والسوبر الآسيوي والأفريقي، قلوبنا معكم تنبض بالنصر لكم. ورد عبد الله محمد على علي وعلى تغريدة بندر وقال: حمد الله لاعب النصر يصعد للمركز الثاني عالميا ليصبح من ضمن أفضل 6 لاعبين في العالم حسب نفس الموقع Club World Rankings حسب التصنيف العالمي. وهنا يا بندر حابة أسألك وأسأل ضيفنا أستاذ خالد، هل هذه النوعية من الأخبار والتصنيفات اللي بنسمعها بشكل دائم هل بتضيف للنادي أو للاعبين، وليش دائما يكون في تشكيك في مصداقيتها؟ ها وش رأيك يا خالد؟ أنا بالنسبة لي مع هذه التصنيفات، وخذوها من جانب على الأقل إيجابي، لما أنديتنا يعني تصنف من ضمن مثلا زي الهلال صنف من ضمن 6 سادس نادي على مستوى العالم، حتى وإن كان من صحيفة، على الأقل نأخذها من جانب إيجابي. ليش؟ من سبحان الله أنديتنا لما تقيم يتم يعني تشكيك، وتشكيك في مصداقية الخبر، في مصداقية هذه الصحيفة، وللأسف تكون من إعلاميين. يعني لو جت من جماهير أنا أقبلها، يعني يكون في مناوشات بين أندية سواء هلال والنصر الاتحاد الأهلي، في هذه مناوشات تصير بينهم، لكن تصير بين إعلاميين فهذا مشكلة جدا. وهذا ما شاهدنا يمكن في التغريدة اللي ذكرها الزملاء، وكان فيهم نوع من الاستهزاء سواء كان من جانب النصراوي ولا حتى من جانب الهلالي. أنا أنظرها من جانب إيجابي، أنا أقول عامل إيجابي لكل أنديتنا متى ما حققت أي منجز، سواء كان حتى لو كانت من صحيفة أجنبية. نعم، والتشكيك تعودنا عليه هيفا جدا.
يعني طبيعي، يعني مو بس في الموضوع هذا، في مواضيع كثيرة في الوسط الرياضي. صحيح. طيب أنا أرجع لنشرتي، يعطيكم العافية. في ختام نشرتنا خلينا نطير لأوروبا، وبعد توعد وتحدي جماهير تشيلسي لا زال هاشتاغ تشيلسي بايرن متصدر الترند بانتظار القمة النارية اللي بتحتضنها العاصمة البريطانية لندن مساء اليوم. وبنبقى في الأجواء الأوروبية، أتصدر هاشتاغ نابولي برشلونة الترند قبل مواجهة الفريقين اليوم في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، واللي راح يكون في تمام الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب سان باولو في إيطاليا. وبكذا متابعينا نكون وصلنا لنهاية نشرتنا، عودة ليك زميلي بندر. شكرا هيفا، يعطيك العافية. فيصل، تابعت معنا الجولة السريعة في عالم تويتر، أبرز الهاشتاغات اللي جاءت في تويتر خلال الساعات الماضية. يمكن نتكلم عن نفس الموضوع، أو خلينا أوجه لك نفس السؤال فيصل. دائما التشكيك في المنجزات، في سواء تحققها الأندية أو غيرها، أو الألقاب سواء كانت رسمية أو غير رسمية، أنت كيف تتوقف عند هذه النقطة؟ ما في شك بندر، يعني هي الألقاب أو الأوسمة أو سمها ما شئت التي تمنح للأندية أو النجوم كل تأكيد محل خلاف. اليوم احنا نعيش وسط رياضي ساخن، وسط لا يمكن أن يكون متناغم، لا يمكن أن يكون متصالح مع نفسه، وهذا هو واقع. لو نشاهد وسائل الإعلام الآن وما تطرحه كل يوم مع كل جولة مع كل صافرة للتحكيم، فمن بالك مع ألقاب تمنح من هنا وهناك. أنا أعيب على النادي أيا كان أو اللاعب النجم أن يشهر جائزة أو لقب هي غير صحيح أو غير معترف فيها أو من جهة غير معلومة أو غير معروفة. يعني أنت اليوم أكبر كعلامة رياضية أعرق من هذه الجائزة ومن الجهة التي منحتها. نعم. فمن بالك النجوم أيضا الكبار الذين يعني أشهروا ألقاب وأشهروا جوائز هي في النهاية وهمية، أشبه بالدكتوراه الوهمية. إذن أنا لا ألوم الإعلام عندما يفتش، لا ألوم الإعلام خصوصا في ظل التنافس الشديد أن يبحث عن ثغرات لدى الطرف الآخر، وهذا أمر طبيعي جدا. وأنا برأيي جزء من حلاوة الدوري وحلاوة الإعلام أن يتم التنبيش بين الفترة وأخرى بين إعلام الأندية، وهو واقع. لما عندما أقول إعلام أندية هو للأسف واقع اليوم، يجب أن نعترف فيه ونقر فيه. نعم. سؤالنا الأمس فيصل ما خذيت رأيك فيه، أمس طرحنا سؤال، هل تتفق مع الإعلامي اللي يعطي حكم أو قرار في الحالات التحكيمية، ولا لازم تسمع من متخصصين وقانونيين وخبراء تحكيم؟ أنا برأيي الاستوديوهات التحليلية، لأن الغالبية فيصل معليش الغالبية صوتت بلا، يعني لا يثقون بالإعلامي اللي يفتي في الحالات التحكيمية. صحيح، بس في نقطة مهمة بندر. أنا لي وجهة نظر في الاستوديوهات التحكيمية وأيضا الاستوديوهات التحليلية. المباراة انتهت مع دقيقة 90، صفر الحكم، انتهى. نعم. الموضوع. كل الاستوديوهات اللي تصير بعد المباريات ومناقشة الحالات هي مضيعة وقت، لأن بالفعل انتهت المباراة ولن المحلل التحكيمي لن يستعيد حق لنادي قد ظلم في المباراة. لا، ولذلك هو مش لاستعادة الحق يا فيصل، هذا مش لاستعادة الحق، لتوضيح الحالات، شرحها للوسط الرياضي، وفي بعض الأحيان لإنهاء الجدل اللي حاصل. لن ينتهي الجدل، لن ينتهي. ليه؟ اليوم لو نقيس مين هم المحللين التحكيمين، نفترض أنه 4 إلى 5 أسماء الموجودين في الساحة كلهم مختلفين. نعم. ولذلك آراء الناس تذهب هنا وهناك. يعني أشبه عندما تأتي بقضية وتجيب 4 مفتين، كل مفتي يفتي من رأسه في الأمر، وفي النهاية يختلف الناس خلفهم. هذا ما يحدث بالضبط مع المحللين التحكيميين. نعم. أنا أقول ليس بالضرورة أن كل إعلامي يعطي رأيه في الحالات التحكيمية، ولكن بنفس الوقت لا نستطيع أن نقصي الجميع أن كلكم ما تفهمون، وفي النهاية فقط من مارس المهنة هو من يعطي رأيه. بهذه الطريقة
في البرامج التلفزيونية حتى نجوم كرة القدم السابقين لا ينبغي أن يشاركون، مقرهم الملعب في الميدان، كونهم لاعبين وأصحاب تجربة. نعم. اتركوا البرامج للصحفيين ومن مارس المهنة، إذا ناخذها بهذا المبدأ. أيضا ابعدوا الإعلاميين أو الصحفيين عن الاستديوهات التحليلية ودعوها للاعبين السابقين. إذا بناخذ الأمور بهذه الطريقة أنا أتفق 100%، ولكن إذا الإعلامي لا يعطي رأيه في الحالة التحكيمية ولا يعطي رأيه بالأمور الفنية، في المقابل اللاعبين السابقين يحق لهم أن يعطوا آراءهم في القضايا الرياضية العامة وكأنهم مؤهلين وأكاديميين، وهم غير صحيح، بعيد عن ذلك. نعم. ولذلك دعوا كل الأشخاص يتحدثون بأريحية، يعطون آراءهم بأريحية دون تعمق في تخصص. احنا ما نتكلم على كيمياء ولا فيزياء ولا رياضيات، نتكلم عن كرة قدم. نعم. تنافس داخل الملعب، يستطيع كل شخص متابع أن يعطي آراءه بكل وضوح وصراحة. جميل. طيب نروح لأول أخبار معنا، والخبر اللي انتشر بشكل سريع في مختلف أنحاء العالم. أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أن على العالم أن يبذل المزيد من الجهد لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وأن علينا الاستعداد لوباء عالمي محتمل. من جهته أعلن نادي النصر أمس تلقيه خطاب اعتذار من الاتحاد البحريني لكرة القدم عن استضافة مباراة النصر وسبهان الإيراني المقررة في 6 أبريل المقبل ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بسبب تفشي مرض الكورونا في إيران. بدوره أوضح أصفر العاصمة أنه سيخاطب عبر الاتحاد السعودي لكرة القدم الاتحاد الآسيوي لتأجيل لقاء الفريقين المقرر في 3 مارس المقبل بطشقند الأوزبكية حرصا على سلامة البعثة. في تصريح لمنظمة الصحة العالمية قالت على العالم أن يتهيأ لاحتمال وباء عالمي جراء فيروس كورونا المستجد. حمان الله وإياكم، كفانا الله شر هذا المرض وغيره من الأمراض. بالفعل الآن أصبح هناك أزمة عالمية حول هذا الموضوع. خالد العكيل كيف تعلق على بعض الإجراءات المحتملة من قبل الأندية السعودية تحديدا المشاركة في دوري أبطال آسيا؟ أول شيء الله يحمي جميع بعثاتنا الرياضية سواء كان داخل البلد أو خارجها إن شاء الله من هذا المرض اللي الآن تفشى على مستوى حتى الخليج. الآن سمعنا الحالات الآن كثيرة الآن سواء كان في الإمارات أو حتى عمان أو حتى البحرين. لكن أنا سؤالي بس فقط للاتحاد الآسيوي اللي الآن متعودين على أنه دائما يصمت ولا يتحدث. نعم. لابد الاتحاد الآسيوي يكون له وجهة نظر ويظهر ويجتمع من أجل حل هذه المشكلة، على الأقل إبداء رأي لجميع الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، وبالتحديد نتكلم على أنديتنا السعودية المشاركة، الهلال، النصر، الأهلي، التعاون، هؤلاء الأربعة. النصر الآن بشكل يعني عاجل وجه خطابه الآن للاتحاد السعودي من أجل توجيه خطابه للاتحاد الآسيوي، والآن حتى التعاون لما رفض برضو المشاركة في مباراته القادمة. نعم. لكن السؤال اللي بتقام في الكويت، السؤال الآن الاتحاد الآسيوي ما سمعنا أي صوت منه ولا سمعنا أي وجهة نظر على هذا المشاركة، إما تمديد البطولة أو تأخير البطولة أو إلغاء البطولة. إلى الآن أنا برأيي الشخصي أتمنى إلغاء البطولة، أنا أتمنى أتمنى إلغاء البطولة حماية لسلامة أنديتنا الأربعة. يعني سلامة أنديتنا الأربعة أهم من البطولة يتم إعادتها في الموسم القادم، فهذا شيء اعتدنا عليه في الأندية السعودية المشاركة. لكن أن يصمت الاتحاد الآسيوي ولا يتحدث عن ما يحصل في العالم من هذا المرض الآن اللي تفشى الآن وأصبح الآن في الخليج وليس أصبح الآن في الدول شرق آسيا. لكن إن شاء الله أنا أقول الاتحاد الآسيوي سيكون له، الاتحاد السعودي راح يكون له كلمة في حماية أنديتنا الأربعة في هذا الجانب. نعم. طيب خالد، ألغوا البطولة بحسب رأيك أو بحسب أنت ما تطالب فيه، طيب من اللي بيشارك في كأس العالم الأندية النسخة المقبلة؟ المشاركة حتى تلغى بعد؟ أتمنى عدم المشاركة لأي نادي حتى لو كان،
يعني أنا أسامع أن يطالبون بمشاركة الهلال في هذه البطولة. أنا أقول إذا تمت إلغاء هذه البطولة ليش؟ لأنه حامل لقب في بعضهم بحكم أنه حامل لقب بطولة الأسيوية السابقة. لكن أنا أطالب بعدم المشاركة لأي نادي سعودي. إن شارك أي نادي سعودي في البطولة العالمية أنا إذا المرض انتهى تماما وعدم تواجده في منطقة الخليج مع، لكن إذا كان استمر هذا المرض يتفشى الآن في المحيط الخليجي أنا أطالب بحماية بعثناتها السعودية أهم من المشاركة في هذه البطولة. البطولة اعتدنا على المشاركة فيها، الهلال حققها وممكن يحققها نادي سعودي في السنة القادمة أو في هذه السنة إن استمرت هذه البطولة وتم حماية بعثناتنا الأربع الأندية، فنقول اعتدنا على المشاركة وتحقيق البطولة. نعم خالد الحمدان الحين يذكرني يقول أن الاتحاد الآسيوي ألغى جميع الاجتماعات القادمة بالنسبة لهم. قلت لك أنا تعودنا الاتحاد الآسيوي تعودنا مثل هذا ردود الفعل. ألغى جميع الاجتماعات بسبب الأزمة. نعم. طيب على الأقل يسجل موقف، يصدر بيان. يصدر بيان عاجل الآن، هل يحق للأندية الآسيوية المشاركة في هذه البطولة واستمرارها أم يتم إيقافها وحل هذه الأزمة اللي تعيشها الآن؟ حتى الأندية يعني ترتب أمورها من بدري. نعم. يعني أنديتنا السعودية الآن بدأت تحتاط لهذا الأمر، لكن الاتحاد الآسيوي هو الوحيد اللي لا يجد له صوت. نعم. فيصل الشوشان تعليقك على هذا الأمر. أنا أول شيء أقول يعني الله يكفينا وياكم وجميع أهالينا ومن نحب شرور الأمراض والأوبئة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بشفاء الجميع من هذا الوباء. أعتقد بندر الموضوع اليوم خطير جدا. نعم. ما عاد هو مسألة تنظيمية أو مسألة تتعلق بشغب جماهيري أو أشياء يمكن تداركها، لا، الموضوع اليوم تتكلم عن وباء، تكلم عن دول كثيرة رفعت الاستعداد في الحالة القصوى للاحتياط من هذا المرض. نعم. في دول بدأت بإجراءات للحجر على بعض الحالات. الموضوع اليوم ما هو سهل أبدا. أنا أعتقد وحسب المعلومات اللي عندي إن الآن في هذه اللحظات بعض اللجان المعنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعقد اجتماعاتها للاتخاذ الخروج بتصور معين للبطولة الآسيوية أو اتخاذ إجراءات وتدابير تتعلق في المباريات التي ستقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي. رأيي الشخصي أن يتم التأجيل الآن حتى إشعار آخر، لأن من الممكن خلال الأيام القادمة أو الأسابيع القادمة إن شاء الله أن يتم حل هذا مشكلة هذا الوباء، توفير الأدوية أو العلاجات التي تساهم في شفاء الحالات إن شاء الله، غير كذا إعادة تقييم المشهد بشكل عام، اتخاذ الاحتياطات الطبية الوقائية الصحية لمنع تكرار ظهور المرض من جديد، خصوصا في الملاعب. اليوم نتكلم عن ليس فقط جمهور، أيضا احتكاك اللاعبين العاملين مكان شبه مغلق. يعني أعتقد أنه تأجيل المباريات هو الحل الأفضل، وأنا أحيي إدارة نادي النصر وأيضا إدارة نادي التعاون. الأندية السعودية يجب الآن، كان بودي أن تعقد اجتماع مشترك سريع والخروج بتصور مشترك للأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، وتعليق المشاركة مؤقتا حتى يتم الانتهاء من معالجة الإشكالية القائمة. نعم. في كثير من الأصوات تقول أن أنتم تبالغون في هذا الشيء، هذا أمر غير صحيح. تكلم عن مستوى المنطقة اليوم، الكويت، البحرين، كثير من الدول أعلنت اليوم عن اكتشاف حالات إضافية. نعم. وفين بالك في شرق آسيا، الصين والوضع اللي حاصل هناك. حتى الدوري الإيطالي احتمال تتأجل منه جولات، أنت عارف فيصل. في شمال. كثير من دوريات العالم الآن بدأوا يشعرون بالخطر الآن. نعم. وبدأوا يأخذون احتياطاتهم. حنا نقول إلى الآن إن شاء الله أن الموضوع يتم حله في القريب العاجل، ولكن بالفعل هو موضوع خطير جدا، ويجب أن نتخذ التدابير اللازمة له. والاتحاد الآسيوي أعتقد اليوم قد يصدر بيان بهذا الأمر يوضح فيه الآلية الجديدة لدوري أبطال آسيا والمباريات الأخرى. ضروري يجب على الاتحاد الآسيوي توضيح. يعني الآن حتى وصلتني رسالة من أحد المحبين والمتابعين للبرنامج من سلطنة عمان الشقيقة، يقول حتى مباراة الظفار والقادسية الكويتية الآن في كأس الاتحاد الآسيوي أجلوها. تمام. أعلن تأجيلها. بس أودي هذه بعض الآراء والتغريدات اللي جت على حساب القنوات الرياضية السعودية وعلى هاشتاغ رياضة ميديا حول هذا الموضوع، وتعليقا على سؤالنا لهذا اليوم.
طيب بضيف شيء عندنا فاصل يا خالد، بس بضيف على ما ذكر السيد فيصل بالنسبه للتاجيل. لو تم تاجيل البطوله الاسيويه دوري ابطال اسيا معناها مزيد من لخبطه روزنامه سواء كان في الاتحاد السعودي او حتى في الاتحادات الثانيه. لذلك الافضل ان تلغى البطوله. نعم. اذا كان استمر الحال او انتشار هذا المرض في محيط الخليج. انا هذا رايي الشخصي بحكم ان لا نستطيع السيطره على الروزنامه ما دام الروزنامه لا تنتهي الا في 7 شوال بعد إجازة عيد الفطر المبارك، فما بالك لو تم تأجيلها. سيتم تأجيلها إلى حتى ذي القعدة القادم. طيب فاصل قصير متابعينا وراجعين. ننطلق لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. برنامج يومي يناقش أبرز أحداث اليوم الرياضي في ديوانية التراث السعودي. ما في تحقيق أعلن عنه وخرجت نتائج. تبغى الحقيقة، تبغى أني أظلل للناس أقول لا والله ممتازين. مع نخبة من الضيوف من الساحة الرياضية السعودية والعربية. الجمهور عنده ولاء. الديوانية يومياً 11 مساءً مباشرة على الرياضية. بطولة كأس ملك إسبانيا حصريا عبر القنوات الرياضية السعودية. تحليل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ويضم صفوة من الفنيين السعوديين والعرب مع مناقشة القرارات التحكيمية من قبل خبراء التحكيم في العالم العربي. الاستديو التحليلي مباشرة مع كل مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. الاستديو التحليلي مباشرة مع كل مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية. اهلا بكم متابعينا في الجزء الثاني من رياضة ميديا، وفيه نفتح الملف الشبابي حيث كشفت مصادر عن ان إدارة نادي الشباب قدمت عرضا رسميا الى جراح الضفيري وكيل اللاعب عوض خميس لاعب فريق النصر الاول لكرة القدم لكسب خدماته لمدة 2 عام. وكان خميس قد دخل الفترة الحرة من عقده التي تسمح له بالتوقيع الى اي نادي دون موافقة ناديه الأصلي في نهاية يناير الماضي. أروح لفيصل الشوشان أسمع رأيك فيصل حول هذه الخطوة إن كانت صحيحة، أنت معها ولا ضدها؟ لو كانت صحيحة أعتقد أنها خطأ فادح من إدارة الشباب.
برأيي أن اللاعب تقريبا انتهى فنيا، قدم ما لديه، ساهم في عودة النصر للبطولات من جديد وكانت له بصمة واضحة، ولكن أعتقد أن مشروع لاعب يعني خلاص انتهى. الشباب اليوم أمام مشروع كبير للتطوير كي يعود فريق منافس على الألقاب، لا ينبغي أن يتم التعاقد مع رجيع الأندية. قلت هذا الكلام مع محمد السهلاوي في فترة من الفترات، حتى عودة ناصر الشمراني قلت نفس الكلام. الآن عوض خميس، وأكرر إذا كان الشباب راح يعمل بهذه الطريقة لن يصنع فريق ينافس على الألقاب. هو بهذه الطريقة يريد جلب أسماء للمحافظة على تواجده في منطقة الوسط بالدوري، وهذا أعتقد برأيي مركز لا يليق بالشباب. الشباب يجب أن يكون منافس وهو أهل للمنافسة في الدوري. هذه نقطة. النقطة الثانية، تقديم العرض، لو صح الخبر تقديم العرض للاعب النصر في هذا التوقيت، أعتقد أيضا خطوة فيها الكثير من المشاغبة بين الشبابيين والنصراويين، قد أيضا تدخل الطرفين في سجال إعلامي من جديد. وأعتقد أن الشباب في غنى عن الخوض في مثل هذه المفاوضات أو هذه الصدامات خلال الفترة القادمة. نصيحتي للشبابيين جميعا، فريقكم فريق كبير يملك نجوم كبار، إدارة واعية، يجب أن يعود الشباب الموسم القادم كمنافس قوي على الدوري. يستطيع أن يحقق ذلك، ولكن يحتاج إلى الهدوء وإلى التفكير بجانب إيجابي أكثر، بعقلانية أكثر، وتلبية احتياجات الفريق أكثر من الخوض في يعني مزايدات مع أندية أخرى. فيصل، تقصد أن الإقدام على مثل هذه الخطوة من قبل الإدارة الشبابية هي في إطار المناوشات الأخيرة اللي حصلت ما بين الجانبين النصراوي الشبابي؟ أنا أقول لك ممكن أنها تعجج المشهد بين لكن الطرفين. في المقابل جديد. في المقابل يعني من حق أي نادي التفاوض مع أي لاعب طالما أنه يعني أصبح حر ولا يمكن له الرجوع لناديه ودخل في الفترة الحرة. أعتقد أنه من حق أي نادي المفاوضة أو التفاوض مع أي لاعب في أي وقت يسمح لهم. صحيح بندر، لكن السؤال الأول، الفائدة الفنية كيف ستتحقق من هذه الصفقة؟ أنا بضيف لك معلومة يا فيصل. تعرف أن الشباب ثاني نادي من الأندية السعودية من حيث أعلى معدل بالنسبة لإعمار اللاعبين؟ صحيح. بالعمر يعني؟ نعم. طيب فيعني أنا أقول لك هذه المعلومة تأييد لكلامك أو رأيك. إيه، الشباب ما كان كذا أبدا. كان كل لاعبين الصغار وتدرج من الناشئين إلى الشباب إلى الفريق الأول. الآن الشباب صار يمشي ويشتري عقود، التعاقدات الأخيرة معظمها غير موفقة، مش هذا الشباب اللي نعرفه، مش هذا هو الشكل اللي تعود عليه الناس أن يشوفوا الشباب فيه. الشباب بحاجة إلى صناعة مواهب من جديد، بحاجة إلى أن يكون فريق منافس. لا يوجد فريق سينافس برجيع الأندية الأخرى، هذا رأيي سواء على الشباب أو على الأندية الأخرى. خلنا نشوف الشباب الجميل اللي جالس جنبي هنا، خالد العكيل قريب، ويمكن ها يمكن ماخذ ملتقط لنا بعض الأخبار ولا المعلومات. خالد، فيصل يقول أنا ضد هذه الصفقة، أنت معها ولا ضدها؟ شوف، أنا مع صفقة عوض خميس، بس بأخذ مع انتقاله للشباب. أنا مع انتقاله، أنا بقول هذا السوق، يمكن فيصل ما أدري هو يشاهد نادي أو دوري سعودي جديد. الدوري السعودي هذا هو، هذا اللي موجود فيه. الأسماء الآن اللي قاعد تستقطبها الأندية هي هذا السوق اللي موجود. فمستحيل جدا أنك تبحث في السوق عن أسماء كبيرة ويتم استقطابها بحكم أن أنديتها معها. تتكلم يعني أفضل اللاعبين المتواجدين الآن في أنديتهم هم ناديين بالتحديد، الهلال ثم من الأهلي، وبدأ النصر الآن في الفترة الشتوية يدعم عناصر شابة في الفترة هذه من أجل تطعيم دكة البدلاء. أما بقية الأندية هي موجودة من جميع الأندية، يتم التدوير عليهم سواء كان أسماء لعبت في نادي كبير أو حتى في أندية تعتبر أندية الظل. طيب أنا بأخذ بالنسبة لفيصل من ناحية اللي هو رجيع أو لا قبل مناوشات، أنا بجي حق المناوشات من ناحية الرجيع. طول يعني أنت ما شاء الله تطيلي بس فترة، اختصر لي. من ناحية الرجيع ومن ناحية استقطابات، أنا مع فيصل في هذا الجانب. بناء الفريق لابد أن يبدأ من الأساسات، وهذا تحدث معك بندر في هذا الأمر. لابد أن يتم بناء أي فريق لمواسم قادمة وتحقيق بطولات أن يبدأ من الأساسات، يعني أن تبني الفريق من أسمائك الشابة. الشباب يا فيصل في جميع أجياله اللي حقق فيها البطولات بدأ من الأساس.
أربع أجيال مرت، وأنا لو نسردهم يحتاجنا حلقات. فكلهم بنوا من القاعدة الرئيسية اللي كان يبني عليها الشباب. أما من حكاية المناوشات، ترى القاعدة مهمشة في كل الأندية. لا الشباب بدأ الآن. تتكلم عن الفئات، تتكلم عن الفئات السنية. نعم صحيح. ما أدري أنا. إيه أنا أتكلم. جميع الأندية بحكم قربي من الجانب الشبابي. تشتكي من هذا الجانب. لكن الشباب الآن بدأ يعالج هذا الأمر ويعيد بناء قاعدته من جديد، ولكن يحتاج إلى فترة زمنية إن كانت قصيرة وحتى طويلة الأجل، فأنا معها في ظل أن يكون هناك عمل للمستقبل لأربع أو خمس سنوات قادمة. طيب هذه الصفقة تأتي ضمن المناوشات اللي صايرة بين الجانبين. المناوشات النصراوية الشبابية لم يبدأ فيها الشباب. لو نرجعنا للمناوشات من أساسها من سنوات ماضية وحتى السنة هذه، هي بدأت من أساسها من النصر. هو من كان يبحث عن مناوشات مع الشباب، هو كان من يبحث عن زي ما يقول لك ابحاث حل أو خلق مشكلة من لا شيء إلى شيء. خلنا في المشكلة الأخيرة. شوف بالنسبة للمشكلة الأخيرة، زي مشكلة المدرجات، علقت عليها قبل ولا لا؟ لا ما علقت. بالنسبة لبيان الشباب، مشكلة بيان الشباب، بيان الشباب كان بيان واضح جدا أن الشباب لا يملك أي يعني لا يتحمل أي مشكلة من ناحية دخول العمالة التي تم يعني تصويرها وتم دخولها للمدرج. يا فيصل واضحة، يعني أنت لما تتحدث عن مقطع تم تداوله قبل المباراة بساعتين، يعني الناس كانوا يتحدثون يقولون أثناء المباراة أو بعد المباراة، أنا تابعتها قبل المباراة بساعتين. يعني يتم تداول مقطع تصوير العمالة من ناحية خروجهم من الباص ودخولهم للمدرج ودخولهم في مدرج الشباب، ويطالب مسؤولين الشباب بإخراجهم، فهذه مشكلة جدا. فأنا كنت أطالب مين الآن؟ تعتبر القضية منظورة الآن، الهيئة الرياضة فتحت التحقيق، وننتظر إن شاء الله الإعلان الكامل لمن المتسبب. الشباب برأ نفسه تماما، وبيانه كان واضح وشفاف، سواء كان للشارع الشبابي أو حتى للشارع العام. احنا المواضيع هذه تكلمنا فيها كثير، بس أنت الآن قبل شوي قلت لي أن دائما المشاكل ما بين النصر والشباب تبدأ من النصر. من النصر نعم. بس اللي حاصل الفترة الأخيرة النصراويين يقول إحنا على المستوى الرسمي. إيه؟ على مستوى الإدارة. المستوى الرسمي ما في أي صوت. صدر مننا أي تصريح. لا أنت لما تقول على مستوى المناوشات. أنت لما تكلمت على مستوى المناوشات. هي كلها داخل إطار المناوشات. هي داخل إطار المناوشات. أنا قلت لك لو تبين نسردها من بالأساس. النصراويين يقول إحنا ما تكلمنا، اللي بدأ أنتم الشبابيين. طيب يمكن في أثناء التحقيق يكون لإدارة النادي النصر لها علاقة في هذا الموضوع. صحيح إن إدارة النصر صامتة ولا تحدث، يمكن حتى تحدث المشرف إيش قال لن نتحدث عن هذا الأمر لأن هذا الأمر لا يعنينا، وهناك لجنة قانونية إذا كان شيء يخص نادي النصر عند اللجنة القانونية، ومدام شيء يخص ما يخص الفني فأنا لن نتحدث عن الجانب الإعلامي. أخيرا يا فيصل، بالنسبة للمناوشات النصراوية الشبابية، أنا لما تحدث قلت أسردها من أساسها إلى حد الآن، تعرف من أين بدأت ومن أين انتهت. الشبابيين ما كانوا يبحثون أي مشكلة. نعم. مع النصراويين، زي قضية عبد وأحمد عطيه، من بحث عن المشكلة، الشبابيين أم النصراويين؟ أنا أعطيك بس هذه بداية. هذه قديمة. تحدث عن قديمة، من يحدث؟ من أطلق على الشباب ألقاب كانت قاسية عليه لما تحدثوا عن ألقاب الشباب من إدارة نادي الشباب أنها أطلقت على النصر ألقاب جديدة، فمن أطلق الألقاب اللي كانت قاسية على الجمهور الشبابي؟ أنا ما أتكلم عن أقول الجانب النصراوي، هذا سرد تاريخي، أنا أتكلم عن القضية الأخيرة. القضية الأخيرة النصراويين يقولون أن المشكلة بدأت من الشباب. خليني أسمع فيصل أشوف يأشر. فيصل أشوفك تأشر، تفضل فيصل، عندك إضافة؟ أنا بس لأخوي خالد بس بوضح بعض النقاط. تفضل. في القضية الأخيرة الخلاف الشبابي النصراوي أو النصراوي الشبابي، هو فعلا يعني المادة كانت دسمة للإعلام من الطرفين. نعم. بيان الشباب كان بيان متزن مؤدب دقيق وموجه، لكن تصريح الرئيس التنفيذي لنادي الشباب يعني ضرب كل الأعراف ذات اللي تربط العلاقة بين الأندية عرض الحائط. المفردات التي ظهرت إن لم تقوم هيئة الرياضة بمحاسبة الرئيس التنفيذي نادي الشباب، أتكلم على الألفاظ التي خرجت، ما أتكلم عن أي قضايا ثانية. نعم. موضوع خطير لأنه راح يسمح بإشكاليات أخرى وتمادي آخر. بالنسبة لقضية العمالة، نعم ممكن يكون موضوع مفتعل، ممكن يكون في طرف ثالث هو من افتعل الأزمة بين الناديين، ممكن يكون الشباب بريء، ممكن يكون النصر بريء، ما يهم. المهم أن دخول العمالة بهذه الطريقة نفس ما قلت في موضوع نادي الاتفاق في السابق، أقول الآن دخول العمالة
امر ظاهرة سلبية في حق الدوري. نعم. ويجب ويجب ان نتصدى لهذه الظاهرة. فيصل بالنسبة للقضية فيصل لحظة بس التصريح عشان التصريح بس برد على التصريح. طرف ثالث مين انت تقول ممكن يكون في طرف ثالث زي مين؟ ما ادري انا اللي يعرفه خلال الساعات القادمة من اللي بيكون يعني خلال الساعات القادمة سوف تعلن هيئة الرياضة بيان صحفي تعلن من خلاله نتائج التحقيق. إن لم تكن اليوم فهي غدا سوف يتم إصدار بيان وواضح ويبين كل شيء. أنا أتمنى أيا كان متسبب مهما كان اسمه منصبه أن يطبق عليه اللوائح والأنظمة. فيصل طرف ثالث معلومة ولا استنتاج من عندك؟ أنا أقول يمكن توقع يمكن كل شيء جاهز إيه توقع بس ممكن تدري ليه؟ بس ممكن يكون فيها معلومة بعد صح؟ لا تدري ليه؟ لأن اليوم قاعد أكتشف أن في أطراف ثالثة وبعضهم إعلاميين يدخلون في مفاوضات لاعبين يخربون علاقة لاعبين مع أنديتهم يجيشون جماهير وإعلام على إدارات أنديتهم. ما أنا ما أستغرب يمكن يكون في طرف ثالث الله أعلم. التحقيقات هي راح تبين كل شيء إن شاء الله. فيصل أنت لما تحدثت عن الأستاذ خليفة الهوشان الآن هو تحت التحقيق بحكم بيان هيئة الرياضة. أنا أعرف الرجل من قرب. الرجل لما تحدث خلنا ناظرة من جانب إيجابي ومن جانب سلبي. أي. من جانب سلبي أن نرفض الألفاظ اللي تم إطلاقها لكن نأخذها من جانب اللي هو إيجابي أن الرجل أنا أعرف أنه مفروض ما يخرج بهذا الحديث لكن الرجل استفز يعني المنظر والهجوم القوي اللي كان على إدارة نادي الشباب في هذا الوقت قبل المباراة وأثناء المباراة وبعد المباراة وتبعات المباراة كانت يعني هجوم شرس وقوي على إدارة نادي الشباب. خلنا أخذها من جانب إيجابي أن إدارة النادي تريد أن تسجل موقف من ناحية أنه لا تملك أي معلومة من ناحية دخول هذه الجماهير وأنها تبرئ نفسها من ناحية دخول هذه العمالة لمدرجها. لكن لماذا الإعلام النصراوي والجمهور النصراوي أخذوها بشكل قوي وموجه لإدارة نادي الشباب؟ تعرف ليش يا فيصل؟ اللقاء اللي ظهر للأستاذ خالد البلطان وأطلق فيه للنصر نادي الجاليات هي من سببت هذه المشكلة أو الأزمة ما بين الشباب وما بين جمهور النصراوي وإعلامه. هذا تصريح قديم أو التصريح القديم هو استفزهم في يحاولون يحدثون ردة فعل أن الجاليات لا ليست لنادي النصر وإنما لنادي الشباب. أنا أقول لك إياها الألفاظ لا نقبلها ولكن هناك ردة فعل من حق إدارة الشباب أن تأخذ سواء كان بالناحية الإيجابية أو بالناحية السلبية. حين ننتظر نتائج التحقيقات مثل ما قال فيصل متوقع اليوم أو بكرة خلال الساعات القادمة بندر خلال الساعات القادمة بيكون هناك قرارات حول هذه القضية توضيح من هيئة الرياضة وإعلان نتائج. ودائما قيادتنا الرياضية عودتنا على التجاوب السريع مع كل ما يطرح من قضايا ومشاكل وأحداث لتوضيحها للرأي العام الرياضي. فاصل قصير مشاهدينا وراجعين. ننطلق لدور الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. برنامج يومي يناقش أبرز أحداث اليوم الرياضي في ديوانية التراث السعودي. ما في تحقيق أعلن عنه وخرجت نتائج. تبغى الحقيقة تبغى أني أظل للناس أقول لا والله ممتازين. مع نخبة من الضيوف من الساحة الرياضية السعودية والعربية. الجمهور عنده ولاء. الديوانية يومياً 11 مساءً مباشرة على الرياضية.
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويضم صفوة من الفنيين السعوديين والعرب، مع مناقشة القرارات التحكيمية من قبل خبراء التحكيم في العالم العربي. الاستديو التحليلي مباشرة مع كل مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. الاستديو التحليلي مباشرة مع كل مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية. في كل صباح السعودية بكل أخبارها وإنجازاتها، وبتشوفون معي كل ما هو جديد من الأخبار والفعاليات السعودية وفقرات السوشيال ميديا، فقرات تناسب اهتماماتكم وتجيب على كل تساؤلاتكم، ومعي أنا أبو فهد وترافقني أم فهد في كل ما يخص موروثنا الشعب السعودي بأدق تفاصيله. نلتقيكم كل صباح عبر شاشة السعودية ببرنامجكم صباح السعودية. صباح السعودية على شاشة السعودية في الأوقات التالية. بكم متابعينا في الجزء الأخير من رياضة ميديا، مباشرة نعود مجددا لزميلة هيفا وفقرة وش صاير، نشوف معها وش صاير. تفضلي هيفا. شكرا لك بندر، أسعد الله مساءكم متابعينا من جديد، وأهلا بكم في فقرة وش صاير. وبدايتنا اليوم بتكون مع لاعبين النصر اللي اتنشرت لهم مقطع أمس في سناب أحد المشاهير، خلينا نشوف إيش كان سوا. مناسب جدا ما شاء الله. مبسوط الحين ها؟ شوف وين تبون تروحون؟ وين؟ وين؟ مناسبة مرة. ايش رايك بالاسود حمد الله؟ والله لازم اخذ واحد من عندك. والله ابشر ابشر. واحد وربي. ابشر والله. والله بربي. ومن لاعبين النصر لزعيم آسيا اللي صعد للمرتبة السادسة في تصنيف الأندية العالمية بحسب تصنيف الموقع الشهير World Club Rankings، وكده يكون تفوق على ريال مدريد الأسباني ويوفنتوس الإيطالي. ولساتنا مع الهلال، بس هالمرة مع كاريلو في أعلى مراحل الروقان مع مدلل العليان. هلا بني 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 حبيبي. أحد النمور السابقين طلع في لقاء وكان بيقول إنه محمد نور هو أفضل لاعب سعودي على الإطلاق. Who's the best Saudi player you have ever played with? It's very easy, man. You know, when I even was there, almost everybody asked me that question. I have more than like 20 journalists. Everybody's asking me that same question. You know, it's very easy. Everybody watch Saudi League. Everybody see, you know. Do you think he's the best Saudi player ever? Best Saudi player ever. This guy, he's incredible. He do things that is not so if you see player like that, you got to give him the respect, man. I don't see many player don't do that. Mohamed Nou make you score, he make you. ونروح لجماهير الراقي، جهزنا لكم مقطع للاعبين وهم بيتمرنوا، تعالوا نشوفوا سوا.
لاعب الاتفاق دي سوزا بيوجه رسالة للجمهور، خلونا نشوفها، نشوف إيش قال. Para o time, a gente começou muito bem a semana, onde todo mundo estava treinando muito forte, estava todo mundo empenhado em fazer um grande jogo e conquistar a vitória. A cada treino, treinando a finalização, chute de fora da área, para poder chegar no jogo e ter oportunidade. Estou começando a ter força para poder chegar no jogo e finalizar. Espero que próximos jogos a gente possa tentar fazer o gol para ajudar a equipe. Eu posso falar que a gente vai treinar muito firme durante a semana, para fazer um grande jogo, treinar bem, para chegar a gente dar o melhor e conquistar a segunda vitória na nossa casa. وبنرجع للاعبين النصر وتحدي جديد بين مايكون ووليد عبد الله وجوليانو، يا ترى ايش كان التحدي؟ خلينا نشوف ونعرف. اوكي يا مايكل، يلا يلا توتو ايه نو جود بلاير ها اوكي شو مي الله الجيم حراك صح مبروك جوليانو مبروك شكرا حبيبي مايكل لوز 3-2 لوز 3-2 اوكي لوز ليتس بيك جوليانو مبروك اوكي ايوه اوكي اوكي كونتينيو مبروك بس فور جوليانو فور جوليانو وبنختم فقرتنا اليوم مع الطفل الأسترالي كودان. بعد دموعه البريئة بسبب التنمر اللي كان بيواجهه في المدرسة، تضامن معاه مشاهير العالم ومن ضمنهم لاعبي رياضة الرجبي في أستراليا. ياريت أنه نشوفه ونرجع نستكمل الموضوع. And this is the impact bullying has on a 9-year-old kid that just wants to go to school, get an education, and have fun. But every single freaking day, something happens. Another episode, another bullying, another taunt. حقيقي احنا نتمنى انه يكون فيه وعي واهتمام اكبر، لانه احنا ما بنتحمل، فما بالكم الاطفال. وبكذا متابعينا نكون وصلنا لنهايه فقره وش صاير اليوم. عوده ليك زميلي بندر. هيفا يعطيك العافية. في خبر جديد، أطلق الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع أمس الاثنين دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي، وسيقام في مدن الرياض وجدة والدمام ابتداء من مارس المقبل. وتقرر أن يخصص الدوري للسيدات من 17 عاما وما فوق، حيث سيتضمن
جولات أولية في كل مدينة بهدف تشكيل الفرق قبل الانتقال إلى مرحلة التصفيات ما قبل النهائية، على أن يتم تحديد المباراة النهائية التي سيتم خلالها تسليم كأس البطولة، كما سيتم تخصيص جائزة قدرها 500,000 ريال سعودي. عدد من اللقاءات مع الزملاء نتابع. واضح أن رؤية 2030 مو تدمج، واحدة من المحاور الأساسية هي أن ندخل العنصر النسائي في المجتمع وفي نطاق الأعمال. فعندنا الحمد لله خلق فرص عمل، عندنا تدريب، عندنا صحة أفضل، فعندنا عوامل كثيرة تتماشى مع رؤية 2030. الشكر يعود إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والأمير عبد العزيز بن تركي، يعني هم أعطونا الفرصة أن نقول، أن قالوا لنا تفضلوا سووا شيء للمجتمع، والمجتمع 50% منه نسائي، فلا بد أن ندخل النساء عنصر أساسي. إذا المرأة ما كان لها دور في تطوير الرياضة يعني ما راح يكون نقدر نحقق أهداف الرؤية، وهي 40% من المجتمع ممارسين الرياضة بحلول عام 2030. فيصل الشوشان، تعليق سريع على هذه الفكرة الجديدة. والله يا أخي أنا رياضة الجميع صحيح وخطوة جيدة وضروري النساء يشاركون في الفعاليات الرياضية، لكن كرة القدم أنا برأيي لها طبيعة مختلفة، فيها احتكاك، فيها يعني حتى لياقة عالية، فيها 90 دقيقة تلعب، الموضوع مش كرة صلاة وتعال وتسلية، لا نتكلم عن كرة قدم حقيقية. أنا ما أرى أنه دوري نسائي سوف يحقق نجاح برأيي الشخصي. أي منافسة رياضية أخرى خصوصا الألعاب الفردية ممكن يحقق نجاح كبير، خصوصا نتكلم الرياضة للجميع وليس كرة القدم للجميع. أنت عارف القدم لعبة نعم عارف أن في 30 فريق على مختلف مناطق المملكة، يعني تتكلم عن أعداد جيدة. هي ما هي على العدد، هي على نجاح التجربة. يمكن رأيي يكون خطأ، يكون تجربة ناجحة كلعبة كرة قدم تتحول بعدين إلى لعبة كرة يد اللي فيها الاحتكاك الفعلي، ونشوف أيضا كل الألعاب عملية مشاركة العنصر النسائي في خوض مثل هذه المباريات. يعني أفهم من كلامك أنك ضد هذه الفكرة؟ مش ضد ولا مع، أنا أقول أقيم نجاح التجربة. نعم. قبل لا تبدأ أنا ممكن تنجح أو لا، قلت لك الألعاب الفردية راح تحقق نجاح سريع جدا. نعم. لكن كرة قدم تحديدا فيها احتكاك، هذا اللي أقصده اليوم. أنا اليوم حتى على مستوى كرة القدم الرجالية، نعم، لاعب اللي صغير وقصير القامة دائما يقول لك ما يقدر يحتك مع لاعبين مختلفين. نعم. زي ما نقول مثلا الأستراليين عندما يلعبون مع الفرق شرق آسيا أو حتى مع غرب آسيا تحصل، نعم، فيه فرق كبير بين، نعم، البنية الجسمانية بينهم. الآن بالنساء نفس الشيء أعتقد أنه، لكن خلنا نشوف يمكن مخرجاتها الإعلامية تكون جيدة أيضا، ممكن تكون أيضا تحقق منافسة جيدة بين المناطق على مستوى المشاركات، تجربة، نعم، جديدة عموما. طيب. لا نستبق الأحداث. خالد باختصار، أنا مع هذه الرياضة. من حق المرأة أن تواكب هذا التطور اللي قاعدين نعيشه، من حق المرأة أن تعيش الرياضة مثل ما تشاهدها في العالم كله. نعم. هي تجربة جديدة. نعم. المسؤولين على هذه المبادرة، نعم، أو هذا العمل بيأخذونها من جانب الإيجابي والسلبي. نعم. بإذن الله إن شاء الله تحقق مكتسباتها من ناحية رؤية المملكة 2030. نعم. وإن شاء الله نرى المرأة السعودية متقدمة مثل ما نشاهدها في مجالات كثيرة. نعم. شكرا لك خالد العكيل، يعطيك العافية خالد. شكرا لك أيضا، كل الشكر لزميلنا فيصل الشوشان من الدمام، يعطيك العافية. شكراً. فيصل، شكرا لكم مشاهدينا، غدا إن شاء الله يتجدد الموعد الثاني ظهرا، رياضة ميديا موعد جديد، في أمان الله.